منتجع السي لاين وصلنا طبعا، وهذا يعتبر من اقدم المنتجعات في قطر. يبعد عن الدوحه تقريبا 50 دقيقه ساعه على حسب عاد انت والممشى. هاي How are you? Pleasure to meet you. Thank you. Thank you. Thank you very much. After you. Yeah. عجيب. وهذا الحلو في المكان، عندك خيارين، تبي بحر وتان ولا تبي صحراء وتطعيس. صرنا على جنب، لا اله الا الله. احنا اللي جايين حق الصدف العوده هذه اللي وراي. واحد من الملاعب اللي راح تستضيف مباريات كأس العالم. هذا الملعب بالنسبة لي مو بس جميل، مريح جدا جدا. يعني لما تدخل تتابع مباراة ما ودك هذه المباراة تنتهي بتسعين دقيقة. استاد الجنوب. يعني شيء مميز. أيوة. شيء مميز. حلو. عادةً قبل المباراة أو بعد المباراة الشغلات اللي ممكن أنك تسويها تتسوق، تروح تاكل، لكن أنا قلت خلي أكسر المود وأسوي شيء جديد. روح يا أبو جاسم، أضرب طعس، روح. آه لازم يمين يسار. ها التجربة هذه بالنسبة لي كان كل شيء فيها جديد، لدرجة أنه وإحنا بنص الصحراء شفت هذا الفندق.